حينما يسمع أحد من خارج دول الخليج اسم إحدى هذه الدول، فإنه يتخيل النفط والثروات الطائلة والرفاهية والغنى، ظنا منه أن كل دولة في الخليج العربي هي في ثروة شعبها وجمال أحيائها سواء، وبيد أن الخليج يتمتع بالفعل بالنفط والرفاهية التي قل نظيرها في العالم، إلا أن هذه الثروات الطبيعية باتت شبه محرومة على أكثرية الشعب في دولة واحدة من دول الخليج اسمها البحرين. فواردات النفط محصورة هنالك بالعائلة المالكة ومن يلوذ بها من ضباط المخابرات ووعاظ السلاطين، ثم الأمثل فالأمثل. جولة سريعة في شوارع البحرين خارج العاصمة والمرفأ المالي ومنطقة الرفاع التي تحتضن قصور الأمراء والملك تتيح للمشاهد رؤية صفحة أخرى من الخليج الغني بالنفط والبترودولارات، صور من الفقر المدقع الذي يكاد المرء لا يصدق أنه في هذا البلد الغني. هنا البحرين أكبر مركز مالي في منطقة الخليج العربي والذي يدير استثمارات بمليارات الدولارات. وهنا البحرين أيضا حيث مظاهر الفقر والفقر المدقع تتبدأ في عدة مناطق وتجمعات وقرى بائسة. هنا أسر تعيش حياتها يوما بيوم ووجبة طعام بوجبة طعام، تناقض قد لا يتصور البعض وجوده في دولة خليجية يحسدها كثيرون على ثرائها، لكنه الواقع على أي حال واقع فقر لا يفرق بين سني وشيعي في هذا البلد، فالكل أمام غول الفقر سواء. تقول الأرقام إن نحو 10,750 أسرة بحرينية فقيرة تتلقى مساعدات شهرية من وزارة التنمية الاجتماعية. واقع الناس هنا يؤكد أن أرباب الأسر الفقيرة يعملون في مهنتين أو ثلاثا يوميا لسد حاجات أسرهم بحسبة بسيطة لا يقل سعر أي وجبة طعام عن 3 دنانير، أي أن الطعام وحده يستهلك من الفرد الواحد 270 دينارا شهريا. لهذا تزداد مشاهد من الخراب والإهمال تنسجم مع عصر الحجر. لا زمن تدفع الأسواق المالية 120 دولارا لكل برميل من النفط، بينما تنعم معظم أحياء الخليج بالازدهار. تجد البحرين وهي من أصغر دول العالم وأغناها بالثروات الطبيعية كاللؤلؤ والنفط والغاز تشبه بعض أفقر الدول كبنغلاديش والصومال. فلو كانت السلطة تتمتع بأقل قدر من العدل والمساواة لاستطاعت أن تحول البحرين إلى جنة على الأرض، ولضاهت دولا مثل لختنشتاين ولوكسمبورغ ومونتي كارلو وسويسرا. لكن الظلم الخليفي وجورهم يحول دون أي تطور ملموس سوى في نوادي الليل وقطاع الخمور والفسق والفجور وما يهواه آل خليفة في السر والعلن. وهكذا تتكدس أموال الطواغيت من الحرام ولتصرف في الحرام حتى تبلغ 100 مليار دولار، وما خفي أعظم. وستكشف لنا الأيام ما اكتنزته آل خليفة من الثروات كما حصل للطغاة قبلهم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي بلد يشتري رئيس الوزراء أرض المرفأ المالي الذي تبلغ قيمته 1 مليار دولار يشتريها بقيمة رمزية مقدارها دينارا واحدا فقط. In a city like Manama in Bahrain, visitors usually see this: skyscrapers piercing the blue sky, expensive cars. Once a year, the exclusive Formula One race on Bahrain's brand new racetrack. But drive out a few miles, and you sometimes see this: decrepit housing, run-down and dirty streets in mainly Shiite villages that have not benefited from Bahrain's economic boom. The plan was to report on poverty in Bahrain, but almost immediately it becomes obvious this is a story about long-standing tensions between the majority Shia and the ruling Sunni class here.
Inside this house, I talk with the head of a Shia family who says two of his sons are unemployed. The presence of our camera gets everyone going. The mother chimes in, and then a young Shiite man, so candid in his tirade against the Sunni prime minister, I'm taken aback. How do you see your future? My future, it's like my present. That's what I think. So not good. There is no future. Khalifa bin Salman here in country, there is no future. Let him to listen, let him to know. What is this life? This is bad life, really it's bad life. We need something good for us. Now, are you afraid that if you say this and it appears on camera that... I don't care about them. Let them see anything what they want to see. If I have something want to do, I will do. I'm not afraid about it. Is it okay if we use this on TV? Yeah, of course, you can put it in Bahrain channel also, no problem. في مثل هذا البلد الذي يحكمه اللصوص والسراق لا يمكن للشعب أن ينعم ولا للفقير أن يستغني ولا للمحروم أن يتمتع بحياة كريمة أبدا. وهكذا فإن الشعب البحريني يعيش في مثل هذه الظروف فقيرا ولكنه أبي، جائعا ولكنه حيي، فهو لا يطالب بلقمة العيش وإن كان له كل الحق بذلك، بل يطالب بالكرامة والحرية، ولا يطالب بحصة في موارد النفط، بل يطالب بالمساواة والعدالة، ولا يستجدي، بل يطالبهم بأن يتركوا الشعب وشأنه ليعيشوا في عزة واقتدار. ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. صدق مثال العدل وأسطورة القسط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.